بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. كتاب علوم الروح، فصل: الفرق بين الروح والنفس والقرين. الروح في الإسلام ماهية خالدة، هي موجودة قبل النزول في الأرحام وتبقى موجودة بعد الموت، سواء لإنسان أو أي مخلوق مكلف أو غيره غير مكلف من الكائنات الحية، حيث ينفخها أي الروح ملك اسمه الروح القدس المكلف بنفخ الروح، وهو عكس ملك الموت الذي ينتزع الروح وهو ضده، فلكل شيء ضد والله أعلم. يقول بعض العلماء يخلطون بينه وبين الروح الأمين، وهو أمين الوحي جبريل والله أعلم، هما مختلفان ولكل واحد منهما الأعمال الموكلة له والله أعلم. ينفخ الملك الروح القدس الروح في الجنين وهو في بطن أمه بعد 120 يوم من كونه علقة، ويكتب أجله وعمله وشقي أو سعيد في الدنيا أو الآخرة. كان الكفار يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الروح، فكان القرآن ينزل ويقول: قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. والروح في جسد الإنسان أو الجني أو الملك أو الشيطان، وهناك مخلوقات بلا روح لها نفس تموت وجسد ينمو وتتألم وتتلذذ، لكنها لا تبعث يوم القيامة للحساب مثل الأشجار والأزهار وبعض الحشرات والمخلوقات. ومنها الصنف يطلق عليه الهويات بلا روح، الآلات البيولوجية. قد يقول البعض أنها تراهات وخيال علمي، لكنها حقيقة، وهذا أغلب الظن عندي. منها السيبورغ والهيمانويد والمستنسخون، منهم من يأكل ويشرب ويتكاثر ولهم نسيج لحمي ودماء، وتذوق الموت لأنها لها نفس تزهق، كل نفس ذائقة الموت، لكن ليس لها روح تبعث يوم الدين، وأعمالها تكتب في كتاب من أخرجها إلى الوجود بعد مشيئة الله تعالى. فالله خالق كل شيء. وقد يكون ملك الموت يقال اسمه عزازي من هذا الصنف، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: إذا صعق من في السماوات والأرض ومات كلهم بإنسهم وجنهم ودوابهم والملائكة في السماوات وغيرهم من الكائنات الحية. يقول الله تعالى لملك الموت: من بقي؟ فيقول: جبريل وميكائيل وإسرافيل. فيأمر الله تعالى أن يقبضهم، ثم يسأله بعد أن يفعل: من بقي يا ملك الموت؟ فيقول: ملك الموت لم يبق إلا أنت يا حي يا قيوم. فيقول الله تعالى له: مت ولا تبعث يوم القيامة والله أعلم. والروح في جسد المخلوق لا تموت بل تقبض، والنفس هي التي تموت. يقبضها قلنا ملك الموت والملائكة الموكلون بالروح لأخذها إلى البرزخ في الغالب. لكن الناس يخلطون بين الروح الخالدة والنفس المنفوسة. قد يستطيع إنسان أو جان أن يخرج من جسده المادي بجسده الأثيري، مثل السفر بالجسد النجمي في أبعاد موازية والرجوع إلى الجسد ثانية، لكن الروح لا تبرح الجسد، تحافظ على أعضائه، تعمل، يتنفس، وقلبه يخفق، وكل الأجهزة تشتغل. الروح كهرباء الجسد. وقد يعيش الكثير من الناس حالات خروج النفس من أجسادهم، لكنهم يظنون أنها مجرد أحلام، لأنها أحداث غالبا ما تقع عند النوم عادة. في بعض الأحيان يكون الإنسان كأنه يعيش في حلم في عالم آخر، ثم تنادي